السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. في بداية الحلقة تتقدم أسرة البرنامج بخالص التعازي لهيئة الشرطة وللشعب المصري في وفاة المغفور له الشهيد محمد فوزي الحوفي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ألهم الله أسرته السلوان وأدخله فسيح جناته. النهاردة هنتكلم عن موضوع توقف الأنشطة الرياضية بشكل كامل في كل الدول بسبب انتشار فيروس كورونا. ولعب كرة القدم وهي اللعبة الشعبية في البلاد خدت عطلة إجبارية، كذلك باقي الأنشطة الأخرى. بعض اللاعبين بيحاولوا بقدر استطاعتهم المحافظة على لياقتهم البدنية وتركيزهم الذهني على أمل العودة للملاعب قريبا. هنناقش الموضوع ده، بس الأول اسمحوا لي أن أنا أرحب بصديقي الأستاذ محمد رمضان المنتج الفني. يا مساء الفل عليك كابتن شريف، سعيد أني معاك دائما في البرنامج، عاملين دوتو جميل جدا. خليني زي ما بدأت الحلقة برسالة شكر لرجال الشرطة، برضو بنتقدم بخالص التحية والتقدير لرجال الشرطة اللي كل مرة بيضربوا لنا مثل للانتماء والوفاء في ظل الأزمة اللي موجودة حاليا والحظر وتواجدهم في الشارع. برضو لما بيكون في مشكلة إن كانت من عمليات إرهابية أو حاجة، موجودين على المواجهة على طول وموجودين في الوقت المناسب وبيحافظوا على البلد. فتحيات ليهم وتحية ليهم وتحية للشهيد البطل محمد فوزي الحوفي، سائلين الله عز وجل يكون من الشهداء وسائلين للأسرة الصبر والسلوان. طيب اسمحوا أن أرحب بالأستاذ الكابتن فتح الله عمار. أهلا يا كابتن فتح. أهلا وسهلا. أنا سعيد ومبسوط جدا أني موجود معاكم في قناة الصحة والجمال، برنامج بدون أهداف، برنامج ناجح ومتطور ونسبة المشاهدة كويسة عليه ما شاء الله، ومن مزيد لمزيد إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كابتن فتح الله ده لاعب نادي الزمالك وبطولات السابق، وحاليا مدرب حراس مرمى في نادي الزمالك. أهلا وسهلا محمد. وكمان معايا الكابتن محمد جمال، لاعب نادي الزمالك والمقاولين العرب ومنتخب مصر السابق وعضو اللجنه الفنيه للناشئين بنادي الزمالك. اهلا يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن شريف، اهلا بيك يا كابتن محمد. وانا مش غريب عن القناه دي، رابع مره ليا معاكم هنا، وانا شايف كل مره بيبقى فيه تطور اكتر ونسبه المشاهده بتبقى اكتر، وانا من القنوات القليله اللي انا ببقى مبسوط ان انا اجي فيها. يعني ان شاء الله تبقى سهره كويسه. حلقه من الحلقات مع الكابتن وكانت من اجمل الحلقات والله. بس انا محظوظ دايما بيجوا قدامي زملكاويه يعني مش عارف. مفيش مشكله. طب شوف لنا حد اهلاوي احنا. لا ده يشرفني طبعا. يعني احسن حاجه في القناه دي بجد اللي هو مفيش تعصب، وباجي هنا بنتكلم بشفافيه عكس القنوات الثانيه اللي بتبقى هادفه الاتجاه واحد، واحنا هنا عشان برضو نبذ التعصب زي ما اتكلمنا قبل كده. وحتى الظروف اللي احنا فيها دي طبيعي الناس المسؤوله او الناس الكوادر المفروض تدي طابع كويس، عشان انت حضرتك عارف دلوقتي السوشيال ميديا او الفيسبوك دلوقتي الناس بتقعد فيه على طول الزملكاوية والأهلاوية عمالين يتكلموا على قصة نجاز، قصة كابتن شوبير، حاجات كتيرة جدا. التعصب ده يا جماعة احنا عاوزينه يبقى نقد بناء، احنا كلنا بشر ما فيش حد فينا ملايكة. هو رتم التعصب انا شايفه بعد الازمه وبعد التوقف قليل جدا، حتى لو في ناس عايزه تستفيد من التعصب او بتشد وجذب، انا شايف الموضوع بقت الجماهير هاديه، بقت الجماهير بتاخد الموضوع بسلاسه، مش شايف التعصب اللي كان موجود ايام ما المباريات كانت شغاله. ده انا شايفه مفيش مشكله يا فندم، بس في بعض القنوات دلوقتي انا متابع الساحه عشان انا كده كده قاعد في البيت، فدايما البرامج بتفرج عليها الرياضيه. في بعض القنوات بتستضيف لعيبة وبتسألهم أسئلة على هواهم عشان أسئلة صعبة اللي هم يردوا عليها أو فيها إحراج عشان تعمل ترند، وناس كتيرة تدخل تقول ده اللاعب الفلاني أو المدرب الفلاني أو اللاعب السابق للفريق الفلاني بيهاجم الفرقة التانية، فيدخل ده يرد وده كمان يرد. فإحنا عاوزين الفترة دي يعني نتعلم وناخد عظة من اللي حصل ده. ياريت كلنا
يعني راجع نفسنا من جديد، وانا اولهم، انا مش بتكلم على حد يعني. فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه دي الدنيا تهدى، وان شاء الله باذن الله حاله التفاؤل اللي موجوده دلوقتي في الشارع المصري عن الفيروس اللعين اللي ربنا يعني ان شاء الله باذن الله يعدي على خير، وان شاء الله احنا هنا عشان ندي للناس امل وباور، اللي ان شاء الله كل حاجه بايد ربنا، وان شاء الله ربنا كريم بينا ورحيم بينا، وكل حاجه ترجع بطبيعتها ان شاء الله. طب يا كابتن فتح الله، هل التوقف فعلا هيأثر على اللعيبه وعلى حساسيه اللاعب لو ان شاء الله باذن الله ربنا يشيل الوباء ده ويرجع الدوري من جديد، هل اللاعب هيبقى عنده نفس الحساسيه اللي كانت عنده قبل التوقف؟ لا طبعا، يعني حساسيه الماتشات مش موجوده اولا، واللاعب قاعد في البيت، واغلبيه اللعيبه ما عندهمش امكانيات. احنا انا مش عارف نتكلم على المراحل السنيه ولا لعيبه الدرجه الاولى المحترفين، كله متوقف. يعني المحترف ممكن يقدر ببساطه يقدر يجيب اجهزه ويشتغل في البيت، عكس الولد الصغير اللي ما عندهوش امكانيات يقدر يجيب اجهزه يشتغل بدني في البيت، فبيشتغل الفيتنس بتاعه في البيت. اذا رجعت البطوله تاني والدوري تاني عايزه فتره طويله عشان نعمل فتره اعداد مصغره، وعشان نبدا ماتشات وديه، وعشان نبدا ماتشات رسمية. ما اقدرش انا ابدا بالبطوله تاني وافاجئ اللعيبه والعب ماتشات على طول، دي حاجه مش موجوده في الكوره. يعني شايف ان هو هيتاثر؟ هيتاثر بنسبه كبيره كمان. طب خلينا نروح للكابتن محمد، طب التاثر ده هل هيضعف من المساويات؟ اكيد، يعني انا من وجهه نظر متواضعه اللي السنه دي خلاص يعني كده متهيألي. ليه؟ عشان ان شاء الله لو الفتره دي طولت شويه، او حتى يعني ما طولتش ان شاء الله، وارجو اللي هي ما تطولش، نبدا بقى سنه جديده فتره اعداد كويسه، لان الراحه متهيالي كبيره جدا. احنا بقى لنا فوق شهر ونص ما فيش كوره خالص، ما فيش رياضه، ما فيش حد حتى بينزل. بس يا كابتن محمد، في سبونسر وفي رعاه وفي يعني مجالات كتيره، ما فيش مشكله، انا معاهم، ما فيش مشكله، بس برضو ممكن كل حاجه تترحل للسنه اللي بعديها. يعني يعني السبونسر ده اللي هو محتاج حاجة خلاص، بدل ما يبدأ الموسم الجديد يبدأها بالموسم الثاني اللي جاي. يعني انت مع شكرا الموسم ده طبيعي من جديد. طبيعي ليه يا كابتن ماشي، ما برضو انا هنهي الموسم ده، انا خسرت ناس كتيرة جدا في كل حاجة. يعني سؤال، مين فينا بخسر؟ مين فينا بخسر؟ عود اللعيبة كده مثلا اللعيبة. هنعتبر مثلا عسي مثلا احمد فتحي راح بيراميدز او الكلام ده كله، ليه نص موسم لسه المفروض كان يلعبه مع النادي الاهلي، تمام كده ايه الوضع؟ يعني ده دي مشكله. طيب هو حضرتك ومين في مصر ما خسرش؟ لا، مين في العالم كله ما خسرش؟ مين ما خسرش يا فندم؟ فانا بتكلم دلوقتي، اصل انت هتضغط الدوري. هل في دوري في العالم لغى؟ بلجيكا ده الوحيد اللي لغى الدوري البلجيكي، والدوري الاسباني بيحاول يعني بيدوا امل، والدوري الايطالي طبعا، لان احنا عارفين في اوروبا اسبانيا وايطاليا يعني اقوى دوريات فيها، وده اقوى دوريين في العالم بجانب الدوري الانجليزي. فهم العدد هناك رهيب وكده، فهم بيدرسوا اللي السنه دي تعمل. انا شايف يعني وفي حل تاني، حل اللي هو ممكن ترجع، بس برضو لازم تدي فترة اعداد مناسبة. ما ينفعش ترجع تقول اسبوعين ويلا بينا نلعب ماتش. ليه؟ لان معظم الدوريات لسه حوالي نص الدوري، فالدوري لو اتلعب كل اربع خمس ايام، احنا لعيب الكرة وفاهمين، لو لعبت اربع خمس مباريات كل خمس اربع ايام مباراة، اكيد في اصابات كتيرة، وفي مشاكل كبيرة للمدير الفني، وفي يعني في ناس كمان التنافس الرهيب اللي بيبقى تحت للناس اللي هتنزل. من نقطة سوداوية كده لنقطة بيضاء شوية، انت عندك مثلا نادي زي نادي الزمالك كان بيمر بحالة قبل السوبر الافريقي والسوبر المحلي، كان بيمر بحالة مهزوزة، عنده بعض الاصابات، عنده بعض المشاكل في اللعيبة. مش ممكن الفترة دي تديله فرصة اعادة تهيئة او اعادة هيكلة او اعادة ترتيب لعيبه وترتيب اوراق؟ كذلك على النادي الاهلي كان الفتره الاخيره عنده اصابات كتيره، عنده مشكله زي بتاعه احمد فتحي، مشكله زي حسام عاشور، مشكله زي اللعيبه الكبار اللي ماشيه. هل الفتره دي مش تديله فتره ترتيب، بحيث ان انا برضو لما الازمه دي تعدي وارجع اكون افضل، او اكون على الاقل بنفس المستوى؟ انا معاك. الاهلي والزمالك، احنا نتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز، لانهم كانوا بيتمرنوا الفتره اللي فاتت دي وقطعوا حاجه بسيط. طب بقيه الفرق
الدوري الدوري مش اهلي وزمالك وبيراميدز. فما بقول لحضرتك انا بتكلم خلاص الموضوع فوق محسوم بشكل كبير، انا بتكلم على تحت في صراع رهيب ما بين المركز الاخير للمركز الثامن على النزول. فدي يعني انا بتكلم، وبعدين الناس دي كلها قطعة تمرين يا فندم من شهر ونص. انا ما ينفعش اقول يا جماعه خلاص الدوري هيرجع مثلا 1 مايو واتمنى كده. ما ينفعش تيجي تقول لهم من دلوقتي يلا اعملوا فتره اعداد مصغره وابداوا الماتشات، وما يقدروش. ما ينفعش العضله خلاص رجعت. تمام. احنا بقى هنتكلم في حته ازاي التدريبات اللعيبه بيعملوها في البيت، وحتى الراجل العادي اللي هو بيروح شغله بيجي او قاعد في البيت دي بنتكلم عليها. بس احنا المحترفين اللي هم لاعبي الكوره لازم ليهم تمرينات معينه، وانا واحد يعني كلاعب سابق انا من نفسي بتمرن كل يوم او يومين في البيت، واكيد كنشاط اقتصادي، واكيد كحاجات ومسابقات محليه او دوليه، اكيد برضه هو كلاعب لو خدها من لاعب ان كان ناشئين او كبار مش هيسيب نفسه للدرجات دي ان هو يكون في حاله غير جيده للعب في الفتره دي. اكيد بيتمرن، اكيد النظام الغذائي بتاعه كويس، اكيد مستغلها، واكيد كل المنظومه. بدليل يا كابتن يا استاذ محمد، في مثلا كان ابراهيم صلاح في احدى البرامج بيقول ان عماد النحاس بيتابعهم من خلال بتاع ده النت الانترنت تمام. في اجهزه دلوقتي في اوروبا يا فندم. طب استاذ حضرتك ناخد الاستاذ جمال من اسيوط. ايوه استاذ جمال. ايوه يا جمال، معاك جمال زي ما قلت معاك من اسيوط. اهلا بيك، اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله، تحياتي ليكم طبعا، وتحياتي للكابتن عمر فتح الله اللي عمل لي حظر النهارده على الفيس. دي جديده دي في البرامج. اكيد الولد غصب عنه، اكيد غصب عنه. طب هو بس اللي عمل لك حظر ولا في حد تاني؟ لا هو اللي عمل لي حظر بس. ماشي، هو عايز مركز ايه عمل حظ. ماشي، مش عايز اتكلم كتير يعني، بس بعض مش مشكله عادي. جمال يا جمال معلش ممكن تسمعني؟ الولد ابني بيمسك الموبايل يقعد يلعب فيه عشان ما فيش حاجه يعملها في البيت. طبعا عارف ازاي هو بتاع بيلعب ويدخل على الفيسبوك وعلى الحاجات دي. ممكن يكون هو عمل ممكن يعني، انا ما اعرفش. انت بتقول كده انا ما اعرفش، انا هعمل لك ليه؟ انت لسه مكلمني وانا قلت لك هكلم لك الناس حتى في نادي الزمالك صح؟ حصل. طيب حصل. ليه هعمل لك حظر؟ بعدها شفت الحظر البلوك على طول. معلش معلش. طب عندك حاجه؟ عندك اي سؤال؟ طبعا انا يعني انا نفسي انا بس يعني ربنا كده يعدي الايام دي على خير طبعا من الكورونا ديات ان شاء الله عشان الرياضه ترجع تاني يا رب ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. انا حابب اهنيكم بحلول شهر رمضان الكريم ونهني الاخوه المسلمين. وانت بالف عافيه وصحه وسعاده ان شاء الله اليومين دول. وانا بشكركم جميعا على المداخله دياتي وعشان ما نضيعش وقت البرنامج. تحياتي ليك، تحياتي ليك. طيب يا كابتن فتح الله شيل بس البلوك، والراجل دخل معانا لا لو صدر قرار باستكمال المسابقات، هل هيبقى عندنا وقت نخلص مسابقات محليه ودوليه وافريقيه؟ هل في حد يعلم امتى يصدر القرار ده؟ اللجنه الخماسيه لا احنا بنفترض احنا بنقول بس اللجنه الخماسيه ذات نفسها ما تعرفش القرار ده، مش قادر تاخده لغايه دلوقتي. يعني امتى ابدا الدوري او انهي الدوري او الدوري خلاص فينش؟ ما فيش حد يقدر ياخد القرار، لانه علمه عند ربنا القرار ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا والامور ترجع لطبيعتها والحياه ترجع لطبيعتها. لا قصدي فيها كابتن بحالته انه يرجع الدوري. انا متوقع انه هيرجع. لا ثواني، نتمنى ذلك. هنفترض جدلا ان الدوري المصري ما رجعش، هل المسابقات الافريقيه والدوليه ممكن استكمالها في الفترة اللي جاية دي؟ البطولة الأفريقية طبعا دي بطولة كبيرة يعني. الدوري المصري دوري الأهلي خدوا كتير والزمالك خدوا كتير والإسماعيلي خدوا والمحل خدوا والأولمبي خدوا، بس هنا مش مقياس برضه. مش مقياس هي بطولة. طب ما انا اللي هخلينا العب مش بطولة أفريقيا. مش بطولة يا أستاذ محمد، على فكرة في أنشطة اقتصادية كتيرة جدا مرتبطة باستكمال الدوري أو بالإلغاء. لا وغير كده اللي هيخليني ألعب اللي هيخليني بص اللي هيخليني ألعب مباراة في أفريقيا، ما هلعب مباراة في الدوري، هلعب مباراة لمنتخب مصر، هلعب مباراة في الدوري الإنجليزي. هي القصة في إيه؟ القصة أنا بقول متوقع إن البطولات ترجع ليه؟ أنا شايف في الفترة الأخيرة دي جميع العالم بدأ يتأقلم مع الموقف ويتأقلم مع الأزمة، وكل واحد من ناحيته بيحاول يرجع الحياة طبيعية بس بحذر.
يعني كان في مداخلة في احدى الحلقات كانت من كام يوم، واحد زميل اقترح قال لك، حسين الكاشف اقترح قال لك فيها ايه لو رجعنا نشاط الدوري بدون جمهور. بس وجهة نظر، طب ما هو بدون جمهور خليني بس اكمل وجهة نظره. فكان سؤالي ليه المشكلة مش مشكلة الجمهور، المشكلة مشكلة فيروس وبينتقل الكلام ده كله. قال لي ما انا عندي هنا الجهاز الفني واللعيبة وال يعني تمام، ما فيش مشاكل، ما عندهمش المرض فمش هيقعدوا، وهنا اقوم برضو نفس اللعيبة وتمام ما فيش مشكلة فمش هيقعدوا، فايه المشكلة لما يلعبوا مع بعض؟ تمام. وجهة نظر الله اعلم محطوطة في الحسبان مش محطوطة في الحسبان، نتمنى. ولكن انا بقول انا شايف بس عايزينك يا استاذ محمد، معانا الكابتن مصطفى مدرب حراس مرمى نادي الزمالك. يا كابتن مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك يا استاذ شريف؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يحفظك. بمسي على حضرتك وعلى اخوات الكبار ومدربين مصر ان شاء الله اللي جايين، كابتن فتح الله عمار وكابتن محمد جمال، من ادب الناس اللي انا يعني تعاملت معاهم في حياتي صراحه. ربنا يخليك يا كابتن مصطفى، وحشنا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن مصطفى حبيبي، ربنا يعزك، وحشنا والله. الله يكرمك يا كابتن، انت اكتر والله، ربنا يبارك في عمرك حبيبي يا كابتن مصطفى، منورين الدنيا وصراحه ربنا متالقين دايما والله. ربنا يخليك يا رب، بنتعلم منكم الاحترام والادب والله يا كابتن. ربنا يخليك يا درش حبيبي، ربنا يعزك، منورين الحلقه يا كابتن والله. حبيبي يا كابتن مصطفى، تحياتي ليك حبيبي. حبيبي يا كابتن محمد، ربنا يبارك الله يخليك. ربنا يخليك ان شاء الله، ربنا يعدي الغمه دي على خير ونتقابل على خير باذن الله. يا رب قريب ان شاء الله، كتير والله صراحه قريب هنشوفك نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بامر الله يا كابتن، بس تعدي الغمه دي وان شاء الله نتقابل على خير. هتعدي ان شاء الله باذن الله، هتعدي ونرجع اقوى وافضل من الاول باذن الله. هيعدي ان شاء الله، احنا مصريين ومصر يعني ام الدنيا باذن الله، عدينا على محن كتير اكتر من كده وان شاء الله كله بيعدي ان شاء الله باذن الله، كله هيعدي ان شاء الله باذن الله. شاكرين يا كابتن مصطفى، الله يخليك. نكمل فدي كانت وجهة نظري، ان كله بيحل فبالتالي عندي امل ان البطولات والدوريات تكمل. طب حضرتك في دوري في العالم يعني بدا ياخد الخطوه دي؟ لا. بص يا كابتن، فتح الله، في حاجات بدات تظهر في المانيا وبلجيكا تقريبا، ان بداوا يرجعوا النشاطات الدراسيه بطريقه تدريجية، بدأوا يفكوا الحظر بطريقة تدريجية، يعني بدأت بوادر تبان بره. تمام، نتمنى ذلك، نتمنى وإن شاء الله الموضوع. وفي دوريات ما وقفتش من الأساس يا كابتن فتحي، هو دوري واحد تقريبا. لا، البيلاروسي متهيألي ما وقفش، فنلندا ما وقفتش، ما ظهرتش عندهم حالات عشان كده ما وقفش الدوري، طالما ما فيش حالات والبلد مستقره وبيلعبوا كده كده بدون جمهور يعني. ايوه، هم كل الاجراءات اللي خدوه بدون جمهور. احنا نتمنى ان كل حاجه ترجع لطبيعتها. بس كابتن محمد قال نقطه انا عاوز اعقب عليها، اللي هو بيقول ما دام انت هتلعب ماتشات افريقيا ممكن ترجع تلعب دوري ماتشات افريقيا. يا فندم انت عارف اللي هو ناقص اربع فرق بس بتنافس على بطوله افريقيا لابطال الدوري، اللي هم الزمالك ومع الرجاء والاهلي مع الوداد المغربي، فده هيبقى ناقص حوالي 3 مباريات بالظبط، اللي هو الزمالك يلعب مباراه رايح جاي والاهلي يلعب مباراه رايح جاي، واللي هيكسب هيلعب مباراه نهائيه واحده بس. هو ده اللي بيفكروا فيه دلوقتي. طبعا المباراه النهائيه بتبقى رايحه جايه، وحتى لو عملوها رايحه جايه هتبقى 6 مباريات بالظبط. تمام، وجهه النظر حضرتك بتعقب عليها. تمام، هو اتوقف علشان طول الدوري، يعني طول المباريات المتبقيه من الدوري او من البطولات المتبقيه، ولا اتوقف علشان في كارثه في ممكن في حد يتعدي الانتشار الكلام ده كله سبب الإيقاف؟ اصل لو همشي بنفس المبدا يبقى بالتالي الدوري الانجليزي يكمل من بكره. تمام، مفيش مشكله. انا بتكلم بقى له كام اسبوع تقريبا، بقى له 4 اسابيع، يعني ليفربول لو كسب 3 مباريات الدوري خلص بالظبط. انا بس بتكلم في نقطه، انا اتمنى ان الدوري يرجع، بس في نقطتين. النقطه الاولى اللي احنا قلنا اللي هو ممكن السنه تخلص ونبدا سنه جديده. طب السنه لو 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 في قرار تاني، واتمنى اللي هو ممكن يتعمل، اللي هو هنكمل بقيه الموسم، بس الموسم اللي بعديه هيبقى يعني لازق فيه، يعني مضغوط، يعني بعديه مثلا باسبوع ولا حاجه. انا اتمنى ده. انا لو ليا قرار في الفيفا، لا، النشاط متوقف وجميع النشاطات تستكمل بعد مرور الازمه. طب تمام، ده انا شايفه افضل حل، افضل قرار. خلاص انا وقفت كل النشاطات، الازمه عدت خلاص، بقى المشكله قعدت بقى 6 شهور. اصل خلينا برضو الكابتن قال كلمه جميله جدا، لو حد عارف الازمه اللي احنا فيها دي هتعدي امتى بالظبط، يعني ما فيش حد عارف ان الازمه هتخلص امتى. يبقى انا قصدي طب معلش يا استاذ علاء من اسيوط. اهلا استاذ علاء. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك، الله يخليك. ازيك يا فندم، مسي على الكابتن محمد والكابتن فتح الله والكابتن محمد جمال. اهلا بحضرتك، تحياتي ليك يا زعلان. تحياتنا ليك والاهلي اسيوط كلهم.
الله يخليك يا باشا. على فكره انا من الصعيد من هنا. تشرفنا يا باشا. ملاقه باينه يا كابتن. الله يخليك يا رب. تشرفنا. الله يكرمك. دلوقتي يا باشا انتوا بتتكلموا عن النشاط والدوري والكوره وفي العالم والدنيا دي. ايوه. احنا دلوقتي يعني احنا بنحارب حاجات غريبه، غريبه احنا مش شفناهاش ولا اتشافت قبل كده ولا ممكن تتشاف بعد كده. الحاجات اللي احنا فيها دي يا باشا هتتدرس في التاريخ، هتتكتب لاولادنا في الكتب. تمام. اللي احنا فيه ده حاليا. فاحنا دلوقتي احنا نتمنى منكم ومن البرامج الرياضيه كلها يعني عامه، مش البرنامج بتاع سيادتك الاستاذ محمد، ان موضوع التعصب ده يخف جامد. تمام. كلمت انا فيها في الاول. ان التعصب يعني اقول لك عامل ايه؟ يعني البلد ما فيهاش كوره. دلوقتي يطلع الواحد في برنامج ده فلان الفلاني النجاز رفع قضيه على مين و استاذ علاء. نعم. والله ما بحبش اتكلم عن برامج تانية. احنا بس مرضتش على فكره مش بنجيب سيرة احمد شوبير بس. استناني بس. لما هو ده انا ما برضتش اقول للكباتن في الحلقه، انا ما بحبش اتكلم عن برامج تانية، ما بحبش اتكلم عن قنوات تانية كلهم زمايل. خلي بالك برضه شخصيه عامه حلوه ليك، وانا ده اللي محببني فيك، يعني انت ما بتحبش تتكلم على الاخرين. الله يخليك. حابب على كلام على برنامج ولا على خالص خالص انا لان كلام. انا لو اتكلمت عليهم اكيد في ناس ما عرفتش بالموضوع او ما سمعتش، انا بكبر الموضوع اكتر. بصوا عامه اللي ما بيسمعش وعرف من بره بيعرف ان الكلمه بتيجي له خمسه. صح. خلينا نعرف القانون نحن بقى. ماشي. احنا دلوقتي عايزين نوصل رساله للناس، يعني معلش الجمهور بياخد ولا بيدي؟ لا ده هو بيدي لما بيروح الماتشات ويدفع تذكره والناس تشتغل والدنيا تشتغل، ده هو كده بيدي. صح. اللي عايز الجمهورين من لعيبه ومن الجهاز الفني ومن الاهلي عايز يتمتع. صح. انا بقى انا رئيس زملكاوي وكنت كلمتك البرنامج اللي فات. طيب. وبعشق حي المهدف، يعني من ساعه ما طلعت على وجه الارض انا عندي 30 سنه فكرت ان انا اشجع كوره على الابيض واسود، شجعت الزمالك حبا في الكوره الحلوه. ماشي. تمام. وصلت رسالتك يا استاذ علاء، واحنا دورنا هنا ان كنا في البرنامج او في القناه او في البرامج الرياضيه اللي موجوده في القناه، احنا ضد اي تعصب ما بين حتى اي جمهور، ما بين اي لعيبه، ما بين اي فكر خالص، احنا ضد التعصب. كل التحايا والتقدير لكل الزملاء، ولكن انا ما بحبش اتكلم عن حد او ما بحبش انا اتكلم عن حد، لكن لو حد فيهم اتكلم في شيء يا استاذ محمد انتوا مش محتاجين حد يتكلم، بس خلينا ناخد استاذ احنا وانتوا نخلي الاستاذ ابراهيم الشربيني الاول من طيب. البحيره. اتفضل يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا استاذ شريف. اهلا يا استاذ ابراهيم. مساء الخير على ضيوفك الكرام ومنورين الشاشه بجد. تحياتي لي. الله يخليك يا كابتن. كنت عايز بس اوصل رساله عن طريق برنامج بتاع حضرتك، زي ما الكابتن محمد جمال قال. وطى التلفزيون شويه يا استاذ ابراهيم. ماشي يا كابتن. حضرتك محمد الكابتن محمد جمال قال في اول البرنامج اللي فيه بعض القنوات بتشيل التعصب والكلام ده. فيا ريت يعني المفروض الجو ايه ده، يعني مثلا مشكله النجاز يعني احدى القنوات يعني تمام، يعني الكابتن احمد شوبير يعني مع احترامي ليه جاب المحامي بتاع النجاز، يعني جاب من طرف واحد، يعني انا دلوقتي كمشاهد المفروض انا اسمع من الطرفين، حتى لو الزمالك غلطان برضه يعني المفروض يستضيف يعني حد طرف من نادي الزمالك يرد. تمام. هو مستضيف المحامي، يعني ما استضيفش حد من مسؤول نادي الزمالك خالص يا استاذ ابراهيم. لا ثواني انا هرد على الاستاذ ابراهيم. ايوه اتفضل. بص يا استاذ ابراهيم اتفضل. المهم بالخواتيم استضاف محامي. ثواني. لا ثواني. لا ثواني والله. لا ثواني 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 بس سيبك توه. هي اهم حاجه الخواتيم. النقاز كان رافع قضيه على الزمالك في الفيفا، وفي قرار طلع مش عارف غرامة على الزمالك، مع ان الزمالك قدم مستندات اللي هو واخد ثلاث ارباع فلوسه. تمام. انا بقول كده. تمام. معالي المستشار يا استاذ شريف. والمستندات امبارح في برنامج كابتن خالد يعني الزمالك مش مديون. بص يا استاذ ابراهيم. اتفضل يا كابتن. احنا دلوقتي الحمد لله لينا قناه بنعرف نرد على الناس اللي بتشهر بنادي الزمالك عليها. تمام.
و يعني في مشاكل كتيره جدا بقينا دلوقتي بنرد عليها وبنرد برد مقنع. فما لناش دعوه بقى فلان اتكلم جاب المحامي حمد النقاز، جاب حمد النقاز نفسه، وجاب ما لناش دعوه بالكلام ده كله. اهم حاجه القرار النهائي بتاع الفيفا ايه؟ لكن ماليش دعوه بقى شوبير جاب محامي حمد النقاز. ممكن ارد؟ طيب والله يا استاذ ابراهيم اتفضل. اولا هي الرساله بتاعت حضرتك وصلت، بس انا هتكلم في الموضوع في نقطتين. النقطه الاولى ان في مشكله او موجوده دلوقتي على الساحه، مشكله حمد النقاز، ان في الفيفا اصدرت قرار بغرامه او بالكلام ده كله. انا لو بناقشها هنا او الكابتن شريف بيناقشها هنا، احنا هنجيب جميع الاطراف على قد ما هنقدر، وهنتكلم على الموضوع من كل اتجاهات، ومين مخطئ مين مش مخطئ، هنقول الراي والراي الاخر، وهنجيب حد من الطرف من هنا وهنجيب حد من الطرف من هنا، وهنخلي الحكم للجمهور. تمام كده. اذا كان في برنامج تاني او حد تاني له حريه برامجه وله حريه كلامه وله حريه كل حاجه، لو هو كان اخطا وجاب طرف واحد، انا اروح الومه هو في برنامجه هو في مكانه هو، علشان انا هنا ما بتعاملش بالسياسه دي. بس دول النقطتين اللي عايز اقولهم لحضرتك. ألف شكر يا أستاذ إبراهيم. حياتي ليك يا أستاذ إبراهيم. طب عايز أقول حاجة بس معلش. أهم حاجة الإعلام يكونش موجه. يعني الإعلام الموجه ده أنت إعلامي زيك زي الحكم في المباراة. تمام. تبقى محايد وتتكلم بموضوع في أي موضوع تتكلم فيه، ما تبقاش جاي على طرف على الطرف الآخر. تمام. ده الإعلام، أنت المنبر بتاعك. أنا مش عندي كنادي مثلا انت يا انديه ثانيه، فلازم يكون انت اتعديت من الاستاذ محمد رمضان في الدبلوماسيه. لا لازم يكون في محايده في قناه نادي الزمالك، في قناه نادي الاهلي. انت بتقول بتقول اي قناه بتقول لازم انا اتعصب دلوقتي. بتقول المفروض اتعصب شويه عشان الكابتن شريف بيحب يتعامل بعصبيه. المفروض المفروض بتقول ايه؟ الاعلام يكون محايد، الاعلام والحكم يكون محايد بس. طيب احنا شفنا الكلام ده في الدوري المصري، ما احنا عايزين الكلام ده يطبق، عايزين الكلام ده يتطبق في الدوري. يا سيدي ثواني، في فرق بين في فرق بين المفروض يحصل واللي حاصل. استاذ شريف احنا برضو احنا هنا دورنا ان احنا نوجه الناس نهدي الدنيا، حتى لو في زمايلنا او كباتن سبقونا او كباتن مصر مش واخده بالها من الموضوع ده وبتتكلم، احنا دورنا هنا اللي احنا جايين نهدي المواضيع شويه. البلد مش محتاجه. يعني انا من وجهه نظري تعالى نعمل حلقه انا وانت عن حمد النقاز، ونجيب المشكله من اولها لاخرها، من ونجيب اتنين لو استضفنا حتى لو على التليفونات، وتعالى نجيب القضيه من اولها لاخرها من جميع الاطراف. ما عنديش قد مشكله، بس حد تاني اخطا او حد تاني جاب طرف واحد، نروح للومه هو، ما نقدرش للومه. وكل واحد من حقه اللي هو يدافع عن حقه. هيثم. تمام؟ كلاعب او النادي. بس انا من كواليس اللي انا في نادي الزمالك، والحمد لله انا عضو عامل في النادي، فدايما كنت في النادي الفتره اللي فاتت، وبرضه الحمد لله مسؤول عضو في النادي. عشان ده عندنا مداخلات كتيره جدا. ما اتفضل. الاستاذ هيثم. هيثم من الاستاذ عصام من الشرقيه. اهلا استاذ عصام. عصام زملكاوي زي عصام على فكره. زملكاوي يا استاذ عصام صح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليه شرف يا فندم. 100 100. طب 100 100 كده. سكت. لا مفيش مشكله. اتكلم في نقطتين بس لو سمحتوا. اتفضل اتفضل. احنا طبعا عارفين المشكله اللي بين الاستاذ مرتضى منصور وبين الكابتن احمد شوبير. تمام. ماشي. وعارفين قد ايه المشكله اللي بين الكابتن ابراهيم فايق او الاستاذ ابراهيم فايق والاستاذ المستشار مرتضى منصور. ماشي. ما فيش داعي ان هم يطلعوا مشاكلهم مع بعضهم على قناتهم، كل واحد له قناه بيحب معلش سوره الله يخلص اللي بينه وبين سياده المستشار. عشان دوت يجيب حمد النقاز وده يجيب المحامي بتاعه. ده شغال على يما وده شغال على يما. انا عايز اعرف من حضرتك الحكم ده جاي على مين؟ جاي على نادي الزمالك. طب ازاي يجي على ما يجيش للزمالك ويروح لصاحب الحق؟ مين اللي هينفذ القرار؟ لسه يعني يا استاذ بعد اذن حضرتك مين اللي هينفذ؟ طيب يا استاذ عصام هو بيتكلم صح، هينفذ قرار نادي الزمالك. ايوه يا استاذ عصام المفروض الورق يجي على نادي الزمالك. لغايه دلوقتي ما راحش. ده اللي بيقولوه انا ما اعرفش. لا والزمالك كمان له مستنداته. اتفضل معاك يا استاذ عصام. يا جماعه والله العظيم مصر مش ناقصه فتن وتعصب.
بس احييك انت جبت الخلاصه وده اللي بتكلم فيه. ملهاش علاقه اذا كان حد عايز يعمل تعصب في اي برامج اخرى او اي قنوات اخرى، ليس لنا علاقه بيه. الاستاذ خالد هنا مش بتوع عصبيه وتوتر. الاستاذ خالد من اسكندريه. يا استاذ خالد شريف. الو. مساء الفل يا كابتن شريف. مساء الفل عليك يا استاذ خالد. مساء الفل عليك يا استاذ خالد. مساء الفل وضيوفك الكرام. تمام. مساء الله عليك حياتي دي. كنت اتكلم بقى في نقطتين. اول نقطه عملنا ضجه من احمد فتحي. ايه؟ لا بس صوتك بيقطع يا استاذ خالد. سامع حضرتك كويس يا استاذ خالد. سامعني كده يا كابتن؟ لا روح في مكان في شبكه كده او كده يا استاذ خالد. سامعني تمام كده. سامع حضرتك. اتفضل. اتفضل. بقول لحضرتك احنا عملنا كاهلاوي، هتكلم كاهلاوي. تمام. عملنا ضجه كبيره جدا بموضوع احمد فتحي. انا شايف الموضوع بسيط جدا. طب ماشي يا استاذ خالد معلش. هل قناة الزمالك نقشت موضوع احمد فتحي؟ بصراحة بتتكلم على الاهلي اكتر من الزمالك. لا ثواني بس. طب رد على رد على وعلى فكرة قناة الاهلي كده برضه. لا قناة الزمالك نقشت مشكلة احمد فتحي. احنا ليه بننسحب؟ والله اسمعني بس، والله احنا ليه بننسحب في حاجات خارجية؟ يا استاذ خالد طب سؤالك ايه؟ متشكرين يا استاذ خالد. احنا ليه بننسحب في حاجات خارجيه؟ ده عايز يسحبنا لمشكله النجاز، وده عايز يسحبنا لمشكله مش ده اللي على الساحه يا استاذ محمد. على الساحه ما احنا ده دورنا بقى ان احنا ما نعملش زيهم. ما احنا كده برضه عمالين ننسحب لنفس الموضوع. طيب احنا بنرد على حاجات حصلت، مش بنفتح قضايا جديده. تعالى نعمل حلقه انا وانت يا سيدي. ما احنا هنعمل حلقه قصدي حفله. مفيش مشكله، ممكن تبقى حفله وحفله، بس حفله متوازنه. تمام. مش عشان حضرتك اهلاوي هتتكلم في مصلحه الاهلي، وعشان كابتن شريف زملكاوي عضو في النادي هيكلم. احنا بنتكلم هنا كفير. احنا عاوزين الاستاذ الاخير اللي اتكلم استاذ خالد. لا اللي قبليه قال كلمه واحده، البلد مش ناقصه. مش ناقصه بجد. احنا دلوقتي جايين نفيد الجمهور. انا لو طلعت على الشاشه وانا مسؤول قدام ربنا، اللي انا لازم بطالع افيد الراجل اللي قاعد يتفرج عليا بكلمه كويسه، بتفاؤل، بحاجه صحيه له. يعني انا دلوقتي احنا كابتن فيتو احنا بس عاوزين زي ما قلت لحضرتك نفيد الناس اللي موجوده كحته الرياضه، عاوزين نتكلم فيها برضو عشان الوقت. هناخد المكالمه اللي جايه للكابتن فيتو ونكمل كلام شويه. معانا الاستاذ زياد، لاعب في نادي الزمالك 2006 من الجيزه. اهلا يا كابتن زياد. اهلا استاذ شريف. ازيك كابتن محمد جمال؟ اهلا يا حبيبي. ازيك كابتن عبد الله؟ كابتن فتح الله. اهلا وسهلا زياد يا حبيبي. لاعب من نادي الزمالك فريق 2006. اه. وكنت مفتقد النادي جدا والله، والتمارين وبحاول على قد ما اقدر اعمل تمارين في البيت عشان اللياقه وكده. تمام. برافو عليك يا حبيبي. برافو عليك. وكنت يعني مفتقد النادي ومستشار مرتضى ونادي الزمالك، مفتقد التمارين وكابتن احمد عز المدير بتاعنا. المدير الفني كابتن احمد عز. المدير الفني كابتن احمد عز وكابتن عبعال وكابتن محمد صابر. تمام. مفتقدينهم كلهم والله، والسامعين تمام. تحياتنا للكابتن احمد رزق يا زياد. كابتن كبير والله. تمام يا حبيبي. انت اجتهد يا زياد واتمرن في البيت واعمل اللي عليك كده، وربنا سبحانه وتعالى الامور ترجع لطبيعتها وافضل باذن الله. باذن الله قريب جدا يا حبيبي. انا عارف ان انت التمارين والنادي وحشك، واحنا كمان بصراحه يعني انا اكتر منك، انت لسه سنك صغير. انا بقالي 23 سنه في نادي الزمالك، فالموضوع كبير جدا بالنسبه لي طبعا. فان شاء الله يا زياد اصبر واتمرن زي ما انت ماشي كده، انت وزمايلك وكل الناس كل اللعيبه، وان شاء الله قريب جدا باذن الله القرار يرجع لنرجع التدريبات الجماعيه باذن الله. شكرا يا زياد. تحياتي ليك يا زياد. نرجع بقى لموضوع حلقتنا. طيب. احنا عمالين ننسحب في حاجات تانية بالظبط. احنا جايين واحنا عايزين نطلع نقول معلومه. طيب دلوقتي النشاط الرياضي متوقف، اكيد كل لاعب مننا حاطط اليا ان اول ما النشاط الرياضي يرجع هو جاهز، لان انت هتيجي تختار من 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 اللعيبه لو ما فيش حد فيهم جاهز هتلعب ازاي. تمام. فهل في تمارين معينه اللاعب بيعملها في البيت، انت حاجه معينه بيعملها في البيت تنصحه بيها، ولا يومه بيكون ازاي؟ وهل بيروح النادي ولا ما بيروحوش؟ لا طبعا النادي مقفول. انا بتكلم عن النادي فهو. طبعا انا بتكلم دلوقتي حاجتين، اللعيب اللي هو المحترف او اللعيب اللي هو بيمارس لعبه وفي نادي، وكمان ولي الامر او الهاوي او حتى الراجل العادي جدا اللي في البيت، حتى هو والست والبنت الصغيره اللي في البيت، بدل القعده والتخمه والاكل والكآبه اللي احنا فيها. انت عارف الرياضه برضو مهمه جدا زي التغذيه، الرياضه بترفع المناعه، فاحنا بنتكلم دلوقتي للجميع.
بس هنحدد الحاجة الأولى للرياضيين هيشتغلوا إزاي، والراجل العادي أو الست أو البنت اللي موجودة أو الولد الصغير اللي ما بيشاركش في أي لعبة يتمرن إزاي. أنا عن نفسي كواحد رياضي أكيد هم عارفين بيعملوا إيه، بس إحنا هنذكر برضه اللي الطبيعي اللي أنا ليا تمرين على الأقل من 4 لـ5 أيام في الأسبوع في البيت، من 4 لـ5 أيام مش أقل من كده. تمام. التمرين ممكن يبقى قوته على حسب أنا بعمل إيه، من 1.25 لـ1.25 في البيت. أي. طبعا الجري في المكان ده شيء أساسي. الجري في المكان بوقت محدد، بجري لمدة مثلا دقيقة وبرتاح شوية بكرر الكلام ده كله. التمارينات التوافق اللي احنا عاملينها، أكيد ده لعيب كرة وعارف هو بيتمرن ازاي وعنده مدربين بيشتغل عليه فهو عنده مرجعية اللي هو يعملها. يعني انا احنا هنا بقى عاوزين نفيد الراجل اللي هو الطبيعي اللي هو قاعد في البيت، وبالذات يوم الجمعة والسبت ما فيش نزول، حتى اللي بينزل يروح شغله وبيرجع بيرجع الساعة 5-6 بقى عنده فترة اللي هو يمارسها. انا عاوز نقول لهم انت كأنك زي ما الدكتور بيكتب لك، ما ينفعش في واحد يجي يقول لي يا كابتن انا بتمرن 3 ساعات في اليوم، ما ينفعش، ده انت عندك حمل. ما ينفعش ان انا اقرر كتير، يعني ايه واحد يجي يقول يا كابتن انا بعمل ضغط لحد ما ايديا بتقف، ما ينفعش. انا عاوز اخدها خطوه خطوه. حته الجري في المكان دي مهمه جدا، بس طبعا انا بجري لحد ما بتعب وبعدين ارتاح شويه وبعدين اقرر 3-4 مرات. ما فيش واحد يجي يقول لي يا كابتن انا بقرص على نفسي وبشتغل مره واحده بس لمده 3 دقائق، ما فيش حد يستحمل حتى لو لعيب المحترف. فاحنا بنتكلم في النقطه دي، نحاول نشتغل نظبط اكلنا. انا في واحد يجي يقول لي يا كابتن انا باكل مره واحده بس في اليوم، ده السؤال الجاي للكابتن فتحي. تمام، بس انا بتكلم ما دام السؤال للرياضه، انا بتكلم انا عن نفسي بتمرن من 4 لـ5 أيام في الاسبوع في البيت، بتمرن من ساعة وربع لساعة وربع على حسب قوة التمرين. الجري في المكان مهم جدا. التمرينات الرشاقات اللي أنا ممكن أشتغل شوية بطن، ظهر، بطن، ضغط، الكلام ده كله، توافق اللي أنا ممكن أجري بشكل منتظم وريح، أجري بشكل منتظم وريح. في برضو دلوقتي ممكن على اليوتيوب، انا بقول للناس اللي هي مش فاهمه، يعني انا بتكلم على لعيب الكوره فاهم وعنده مرجعيه، الراجل اللي مش فاهم او الست او حتى الولد الصغير دلوقتي ما شاء الله النت مش سايب حاجه، ممكن تدخل على مواقع معينه وتكتب كده على اليوتيوب تمرينات منزليه بيجي لك، حاول تركز بس في نفس الوقت لازم يبقى في راحه، يعني ما ينفعش ان انا اشتغل ربع ساعه متواصل، لازم يبقى في اي حد بيشتغل مثلا تكرار من 10 لـ15 عدة وبعد كده يريح وبعدين يعملها التكرار. يعني مثلا التمارين دي تمارين للمحافظه على اللياقه البدنيه والجسم كمان، وبعدين بتقوي المناعه، دي الاهم عندي دلوقتي. زي ما انت بتاكل اكل صحي في سلطه وفي خضار وفي فاكهه كتير، لازم في نفس الوقت احنا الحمد لله الرياضه طول عمرها بتقوي المناعه عندك. بيجي يقول لك اللعيب الرياضي صعب قوي يجيله مرض، وبالذات الامراض المرض اللي احنا اتكلمنا عليه ده، انت لو بتاكل كويس وتتمرن كويس مناعتك بتزيد، ولو لا قدر الله خدت الفيروس ده ممكن انت عندك مناعه شخصيه اللي هو يطرده او ممكن يطلع باي شكل. طب استاذ حضرتك محمد من القاهره. يا استاذ محمد مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الخير يا فندم. طبعا بحب اهني كابتن محمد جمال وحضرتك وعم محمد وكابتن فتح الله، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. كل سنه طيب. كابتن النادي كلهم واقول لهم كل سنه وهم طيبين، ربنا يخليك وانت بألف صحه وسعاده يا حمام. الله يخليك وبرده كل سنه وهو طيب برده، وان شاء الله ربنا يحوش الغم على مصر ونرجع تاني النادي ونرجع للتمارين مره ثانيه ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. معاك. طبعا احنا مفتقدين كابتن فتح الله وكابتن محمد جمال وكابتن احمد رزق وكابتن مصطفى وكابتن رمضان. الظاهر كلكم لاعيبه عند الكباتن يا محمد بقى. ولا ايه؟ 2006. فرقه كويسه جدا ايوه 2006. فرقه ماشيه كويس جدا وما شاء الله، ومعاهم مدرب كفء احمد رزق، لانه 2006 دي سنه مميزه عند الاهلاويه يا حمام.
طب بس على ما علينا ما على علينا كل ماشي على كل ماشي على كل منتخب مصر كمان بدايه العصر الذهبي لمنتخب مصر اه منتخب مصر لا هم مشاكلين يا محمد هم فرقه كويسه جدا وانا يعني من هنا برضو بتكلم لان انا الحمد لله عضو في اللجنه الفنيه في الناشئين نادي الزمالك والسنه اللي فاتت كنت عضو في اللجنه الفنيه في البراعم حضرتك عارف البراعم من سن 8 سنين ل 13 سنه عاملين شغل كويس جدا كان بدا بيه كابتن عبد الحميد بسيوني كان مدير البراعم السنه اللي فاتت وبعدين جه بعد كده كابتن نصر ابراهيم كمل الشغل في بالنسبه برضو في الناشئين عندنا فرق كويسه جدا من سن 2005 لحد 99 كلهم كان ماشيين بشكل كويس جدا عاوز ادي الناس حقها طب يا كابتن احنا كده معلش بنعمل دعايه لنادي الزمالك ف لا انا بقول لحضرتك لان انا واحد فيهم فانا بقول لك ما دام بديهم حقهم برضو نادي المقاولين العرب عامل طفره كويسه نادي الاهلي عامل طفره كويسه انبي عاوزين ندي كل الناس حقها وان شاء الله زي ما اللعيبه كده من هنا بتسمعنا لازم تحافظ على مستواك الفني والبدني في البيت كويس بالتمرين والاكل اللي هيتكلم عليه الكابتن طيب فتح الله يا كابتن فتح الله في نظام غذائي معين للاعب اثناء تواجده في البيت في فتره الحظر دي اللي احنا بنمر بيها طبعا لازم يكون في نظام غذائي ونظام غذائي صحي النقطة الأهم من ده كله إنه الولد في البيت يكون قاعد عارف هو بيعمل إيه ما يقعدش خمس ست ساعات على النت وهو بيلعب على الموبايل وبيلعب جيم وبيلعب الحاجات دي يحس إنه عنده خمول زي ما كابتن محمد جمال تشرف وقال لازم يتمرن بس حسب الفئة العمرية طب معلش يا كابتن أنا أتطرق لحراس المرمى عشان ابني حارس مرمى طبعا يعني إيه التدريبات اللي ممكن يعملها حارس المرمى في البيت؟ حارس المر انا زي ما بقول الفئات العمريه مختلفه في التدريبات يعني ممكن ما فيش كل سن ليه تمرين معين يعني من 13 سنه ولا تحت ما عندهمش قوه وما عندهمش بدني من 14 سنه لفوق بيبقى نبدا بقى بالبدني والخططي والحاجات لا دي لا هل نفس التدريبات بتاع اللعيبه حارس المرمى حارس المرمى زي ما حضرتك بتقول محتاج رشاقه ومرونه توافق كتير في البيت ودي حاجات سهله ممكن يعملها زي ما بيشوف المدرب كان بيعمل له ايه في النادي يقدر يعملها في البيت ويقدر يشتغل توافق ورشاقه ومرونه وتكون لو معاه طب ايه عايز حضرتك تحط لي روشتة يمشي عليها حراس المرمى في مراحل العمريه يعني من 14 ل 17 سنه ونصايح روشتة ونصايح لا من 14 من 14 سنه من 14 ل 99 يعني احنا بنقول من 2005 ل 99 دول ليهم شغل خاص لا من انا قصدي في البيت في البيت يعمل ايه رقم واحد ينظم الاكل بتاعه اهم حاجه يشتغل تمرينات بتاعته البدنيه طبعا هيشتغل تمرينات بدني اكتر فحسب الفئه العمريه بتاعته الولد اللي عنده 13 سنه هيشتغل اكتر حاجه رشاقه ومرونه وتوافق وفي البيت على النيش والحاجات دي يا كابتن والله في ناس امكانياتها عندها حاجات ممكن من غير كوره يعني انا عاوز اضيف لكابتن فتح الله برضو الاجوان لازم موضوع الحبل ده الرشاقات اللي كابتن فتح الله بيتكلم عليها موضوع الحبل يعني انا اشتغل رشاقه ومرونه توافق ممكن بحبل طبعا انا ممكن اسالكم سؤال اسالنا بس هو ده الاجابه الفاصله في البرنامج حلو. انا اعتبر اصدر قرار النهارده اصدر قرار بكره بعوض جميع النشاطات ان كانت في الدوري الممتاز او في الناشئين او ايا كان حلو انتوا مسؤولين عن نادي ناشئين عن 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 فئه عمريه او فئه عمريه ردك هتقول له انا جاهز ولا ردك هتقول له انا هقدر العب مباريات بعد فتره معينه طبعا لازم هاخد وقتي فتره اعداد الوقت ده ممكن يبقى ذهني مش اقل من شهر مش اقل من شهر يعني ممكن الوقت يعني عشان انت علشان يصدر القرار عشان الظروف بس بص ثواني يا كابتن عشان اجمع اللعيبه على, على على رد الكابتن محمد جمال يعني الاهلي والزمالك لما بيلعبوا في افريقيا والدوري العام مش بياخدوا فتره اعداد يعني تقريبا اسبوع او اسبوعين بالكتير عشان بيلعبوا وبيتمرنوا عشان في استمراريه عشان في استمراريه يعني مع الاهلي عشان بيتدربوا وكده كده بيروحوا يعملوا معسكرات وكده كده بيروحوا بره فهم لما دلوقتي هم قاعدين في البيت خليني اوصل للاجابه اتفضل يعني انتوا مسؤولين عن فئه عمريه في نادي تمام دلوقتي جالك قرار خلاص النشاط الرياضي راجع النهارده خلاص النشاط الرياضي رجع انتوا هتقولوا احنا مش هنعرف نلعب مباريات الا بعد شهر مش اقل من شهر مش اقل من شهر مش اقل من شهر يعني معنى ذلك ان احنا عشان نشوف مباريات على الدوري لو الازمه اتحلت دلوقتي لسه قدامنا شهر بالظبط يعني لو قالوا من 1/5 1/6 انا متاكد هيبقى كافي جدا جدا اللي اللعيب يرجع فيه طب هل ده على الناشئين هل ده على الناشئين والدرجه الاولى الدرجه الاولى ممكن تطول شويه
لان العضلات العضله، لان الناشئ عضلته لسه صغيره فممكن يتكيف. الاولى ان انت بتقول لي احنا ننهي ده ونبدا من جديد بالظبط كده، لان ليه طب لو اتحاد الكوره معلش في سؤال اعتراضي بقى اتفضل يا محمد، لو اتحاد الكوره قرر الغاء النشاط الرياضي حلو تمام، رايك الدوري يروح لمين؟ المراكز الاولى كلها. لا الدوري ما اتحسمش ده بس انا اضيف دي تمام يا كابتن. بص يعني ممكن الزمالك انا بتكلم انا بتكلم في سنه 2013 تقريبا او 2000 وكامل اتلغى في الدوري 2013 اتلغى في الدوري ومحدش خده تقريبا ما اتحسمش الحق. ما اتحسمش الحق هو اتلغى بالرغم ان كان الزمالك من اقرب فريق طالما الدوري لسه باقي فيه عدد حد عوضات اكثر من لا يبقى الدوري في الملعب يعني الدوري طب المقاولين ممكن ياخد الدوري ممكن ياخد الدوري بيراميدز ممكن ياخد الدوري بس ده مش قانون ده مش قانون انا بتكلم ما فيش لائحه سابقه قالت ان في الغاء الدوري الفريق الاول اللي هو اللي ياخده حتى لو كانت عدد المباريات موجوده ما فيش طبعا ولا اصل ممكن حضرتك تكون عدد النقط اللي باقيه اقل مش هتفرق حسمت الموضوع يعني فاضل ماتش طب ما عندك ليفربول عندك ليفربول ناقصه 3 مباريات ناقصه 3 مباريات بس ناقصه 3 طيب ما انا جاي طب لو اتلغى دلوقتي هو محتاج يكسب مباراه واحده ياخد البطوله صح 3 مباريات يكسب 3 مباريات بالظبط افرض ما تكسبش 3 مباريات ودي حاجه وارده في الكوره بالذات الكوره اللي باقي له 14 مباراه وارده ولا مش وارده في الكوره ولا مش وارد وارد ولا ليفربول لا لا ما جت في بص يا فندم مش احنا اللي هنقول كل اتحاد كوره بيبقى له ناس مسؤوله وهم اكيد احنا مهما اجتهدنا ومهما اتكلمنا في الاخر ناس مسؤوله هي اللي هتدي القرار احنا كلنا بنجتهد فانا بتكلم في نقط واحده بس ما ينفعش فرقه زي ليفربول فعلا ناقص لها 3 مباريات او 7 بونت وسنه بقالهم 30 سنه ما بياخدوش الليج طب مستاذن حضرتك يا استاذ محمد اختم هختم والوقت مر معاكم بسرعه مش عارف المداخلات عايز اسال سؤال بس في دقيقه طب لو انت رجع النشاط بس في اجابه سريعه لو رجع النشاط دلوقتي اتبلغت ان النشاط راجع بس شهر كتير ردك هيكون ايه؟ ممكن يبقى 3 اسابيع بس هعمل حاجه اول اسبوع هاخد تهيئه ذهنيه وبدنيه بس تهروني في الاربيز يا استاذ محمد وبعد كده هعمل الاسبوعين اللي بعدين حاجات مكثفه شويه بس المدرب الكويس اللي هيتعامل مع ال 30 لعيب مع بعض ما ينفعش اعتمد على 12 لعيب ولا 13 لعيب الماتشات كلها ورا بعض كل 4-5 مباريات اكيد الناس هتتصافي نور. طيب ربنا يخليك تحياتي ليك كابتن فتح الله عمار وتحياتي ليك كابتن محمد جمال وانا سعيد معاك يا استاذ شريف وانا اسعد يا استاذ محمد ولسه كمان ساعتين جايين كده صد رد كده نشوف هنعمل فيه ايه خلصت حلقتنا واستنونا الجمعه الجايه في نفس الميعاد بدون اهداف سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم سلام عليكم سلام